للمدن العريقة ذاكرة أصيلة تظل تشكل هويتها وشخصيتها. وفي أقصى المشرق العربي تقع عمان بتاريخها الموغل في القدم، والحضارة التي تفاعلت مع الآخر وسجلت حضورا مهما في المحيط الهندي وسواحله، كما تواصلت مع أقدم الحضارات في العالم. التعليم حاجة ملحة، والسادس الابتدائي هو أعلى سقف في الشهادات. بعدها يتجهون إلى سوق العمل المتوفر. لا زال بعضهم يتذكرون أسماء عدد من زملائهم الذين شاركوهم في تلك الحقبة. نعم، أخذونا كلنا تقريبا اللي تخرجنا، أخذونا في الوظائف الحكومية. يعني أنا التحقت بالفرضة الجمرك، وبعد ذلك انتقلت إلى بيت البرزة في الخزينة، كنت أشتغل مع الأستاذ المرحوم محمود محمد مراد. وبيت البرزة أيضا كان فيها المحكمة الشرعية، وفيها وزير الداخلية، ناظر الشؤون الداخلية سيد حمد إبراهيم رحمه الله. وكان الجوازات أيضا تصدر من مبنى اللي مقابل مبنى بيت البرزة، وكان يتولاها المرحوم السيد سلطان بن حمد بن فيصل. وأنا كنت في فترة من الفترات أكتب الإنجليزية في الجوازات تبرعا مني. رضي الناس في ذلك الوقت بما تيسر لهم من العيش، أو ربما لم يكن لهم خيار آخر. تقريبا نحن في المفهوم العصري، مطرح لم تكن مدينة إنما كانت قرية في المفهوم العصري. وإلى سنة 1940 أو حتى شوية بعد ما كان عندنا كهرباء في مطرح. سنة من السنين الحكومة جابت مكينة كهرباء قبل الحرب العالمية الثانية، أظني في سنة 36. بعدين هذه المكينة الكهرباء معناها فقط لمبة في البيت، وفي بعض البيوت يمكن مروحة بس. فبعد ما اندلعت الحرب طبعا صار صعوبة في استيراد قطع الغيار، توقفت المن إلى ما بعد 40. بعدين شوي شوي جاء الكهرباء في مصر. أما مسقط كانت تتمتع بالكهرباء، وأيضا تتمتع بشبكة مياه بالحنفية في بعض البيوت داخل مسقط داخل السور. أما مطرح لا، كان السقائين يجيبون الماء للبيوت. وكان حياة بسيطة وحياة فيها كثير من اليسر وفي نفس الوقت كثير من الزهد. كنا ننام كلنا على السطح في أيام الشهر الخامس في شهر مايو الغربي هذا لإنضاج التمور وهو المانجا. فكنا نبلل فراشنا بالماء لما ننام. وكانت الحياة على وتيرة جدا بطيئة لكنها ماشية ماشية. لذلك تحتفظ مسقط اليوم بذاكرة كبيرة، تفاصيلها كثيرة، إنها تختزل ذاكرة وطن. نحن الآن في منطقة تسمى باب المثاعيب في قلب العاصمة مسقط داخل السور، وتسمى بباب المثاعيب لأن هناك كانت أربعة أبواب صغيرة يفتحها الحراس صباحا
ويغلقها مساء، وذلك لتسهيل حركة الساكنين على جانبي السور. في هذه المنطقة عاش كثير من المسؤولين في الحكومة سابقا وغيرهم من المواطنين. من البوابة إلى مسجد الخور كان هذا مجرى لوادي، وهي نهاية المسار للأودية في مسقط، حيث تنساب الأودية من السد الصغير والسد الكبير في منطقة الطويان، ونهايتها في هذا الوادي والذي سمي سابقا باسم وادي العور، حيث أنه يقال جمع السيد محمد بن هلال البوسعيدي الرجل الطيب، جمع كفيفي البصر في هذه المنطقة وكان يرعاهم بنفسه. على جدران حاراتها وأزقتها القديمة ذاكرة ممتدة لا تنفصل عن أهلها الذين عاشوا زمنها بصعوباته وتحدياته وجماله. تشدنا ذكريات القلعة الميراني الذي ننتظر مساء دقات الطبل 360 دقة أو طبلة، وبعد ذلك تنطلق منها ثلاث مدافع، وبعد انطلاق المدافع تتوقف الحركة بين الداخل السور وخارج السور إلا لحاملي الفانوس. أنتظر صباحا قدوم سيارة البلدية تمر أمام بيتنا، وأذكر كان لونها أحمر، حيث للبلدية في مسقط نشاط قديم فيه اهتمام كثير بالنظافة. مستشفى توماس في مطرح أو الإرسالية الأمريكية، والذي عرف لاحقاً بمستشفى الرحمة. التعلم على رأس العمل هو الوسيلة الأسرع والأفضل للحصول على الكوادر الصحية العمانية في غياب المؤسسات الأكاديمية المتخصصة. بديت الشغل في مستشفى توماس ذاك الأيام كان مسمي، والآن كان معروف مستشفى رحمة، في 58 عام 58. أول كان تدريب ودراسة عند واحدة اسمها خاتون اللي هي كانت حرمة دكتور توماس، هذا فترة طويلة لمدة سنتين، وبعد كذا اشتغلنا في التمريض. هذاك الأيام كان في ذاك الفترة كان عمري 12 سنة، حن مجموعة التحقنا ما الله جمعة رئيسي كان معنا، وعندنا عبد الباقي أعتقد اللي انتو هو مستمر موجود في وزارة الصحة، لكن خلفان النعيمي، وكان عندنا عبد الرسول واحد ثاني، عبد الوهاب الميمني، هذا المجموعة يعني اللي كنا حن مع بعض في نفس الدورة. كان معنا دكتور بوش لا يزال يرزق موجود عايش، ولكن الحين عاد رجال كبير يعني ولا يزال موجود على قيد الحياة. فاشتغلنا مع الأطباء وكذا فترة طويلة، وتعرف حتى ناس يعني كانوا بأمر بساطة، ما مثل اليوم الطب كله متطور، لكن ذاك الأيام كنا نشتغل نقوم بدل طبيب مثل كسور، نعبر الكسور والجروح وهذه الأمور كلنا وحنا نسوي. كان عندنا واحد اسمه علي أبو لطيف بعد فترة، والآن لا يزال اليوم هذا الرجال موجود في مستشفى سلطاني. بداية هم كانوا يجوا يدوروا شباب اللي يتكلموا إنجليزي شوية، اللي يعرفوا يقروا ويكتبوا إنجليزي. حال كنا ندرس عند ناس عمانيين مسوين المدارس مثل أستاذ قاسم عبد الله، أستاذ عبد الرضا، أستاذ علي، هذه الجماعة درسنا عندهم فضل يرجع حالهم يعني صراحة تعلمنا منهم. وبعد كذا عملوا لنا اختبار بسيط، أول قام يدرسونا إنجليزي، أول ما سجلونا في توماس درسونا إنجليزي لمدة شهرين. بعد كذا بدينا في الدورة كيف ننظف كيف كذا وكيف إلى آخره، بداية تمريض أساسيات، بعد كذا الإسعافات، بعد الإسعافات انتقلنا إلى تمريض. يعني هي كانت دراسة سنتين، يعني بعد سنتين انتقلنا في مستشفى عندهم نشتغل. وبعدين كان يختارنا توماس، هذا بيكون مساعد
في الغرفة العمليات، هذا بيكون في قسم الجراحة، هذا بيكون في الصيدلية، هذا بيكون في يعني في الأقسام اللي في المستشفى. بعدين كان مستشفى صغير في أقسام بسيطة وكلنا احنا متعاونين بعضنا بعض. يعني في عندنا كان واحد اسمه قنبر الله يرحمه، انزين قنبر هذا تقول مثل جراح، يعني تعلم حتى الجراحة، كان يجرح ويخطل وكذا وإلى آخره. يعني إذا في حد طلع له دم أفسس أشياء بسيطة، جراحات بسيطة، هذا كله عند قنبر. إلا أشياء كبيرة هذه تمر عند دكتور توماس، وعندك أشياء يمر عند دكتور بوش اللي هو دكتور باش الحين، إنزين. وفي كان عندنا دكتور ثاني جراح اسمه كرمبوش إذا ذكروه. خاتون نعيمة هكذا سماها سكان مسقط، أيضا من الأسماء الأجنبية التي لعبت دورا مهما في تقديم الرعاية الصحية. في ذاك الوقت في سنة 1957 كنا نتدرب نحن بنات، جمعية من بنات في مستشفى السعادة عند خاتون نعيمة، كانت حرمة اسمها خاتون نعيمة نسميها. تدربنا هناك نحن جمعية من بنات، دربتنا خاتون نعيمة كيف يوم نسبح الأطفال، كيف يعني نسوي لهم أدوية، كيف نحول الوالدات من غرف الولادة إلى غرف مال الاستراحة. نحن كان تقريبا يمكن ما نقاوم سبع بنات، أساميهم رتيبة ونعيمة، بنات نصير هذا البريكيين، محفوظة بشر الحضرمية، بدرية موسى عقمية أظني أختها من عبد الرسول العقمية، وبدرية وهي بدرية موسى، فريدة موسى البلوشية. احنا كنا مع بعض. كيف علمتنا خاتون نعيمة الله يرحمها، علمتنا كيف يعني كما قلت لكم نسبح الأطفال، كيف نعطي أدوية حل النساء، كيف نكون معهم يعني في المهمة، لا سمح الله قالت حرمة حل ولادة متعسرة مو نسوي، كيف نساعدهم. بس الممرضات كان في ذاك الوقت هنديات، وكان بعض النساء يعني كانوا عمانيات. كانت أخت خلفان عزيز، شريفة عزيز، وكانت علي الله يرحمها علي عزيز، كانت عايشة عمر بعد نفس الشيء كانت هناك ممرضة. الصحة مطلب إنساني على مر العصور، لذا يتشبث الإنسان بما يجد من مسببات العافية. العلاج الشعبي علاج معهود ومعروف، وهناك من أهل البلاد من يمارس هذا العمل، يعني دون يعني مثلا مبالغ ودون مثلا رسوم ودون كذا، تعاون الناس مع بعضهم البعض، يعني يعالجون ويعالجون أحيانا إصابات يعني من الناس، أمراض يعني ليست بهينة، وربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالشفاء. هكذا كانت كله بالعلاج الشعبي. أما بالنسبة للعلاج الحديث فكانت هناك عيادة يعني في السابق حقيقة، يعني حتى نقول الواقع يعني كانت هناك عيادة، لكنها كانت يعني لا تؤدي الغرض من يعني مثلا من علاج حالات ناس. العيادة في الخمسينات كانت موجودة. الأمور الأساسية اللي كانت تقوم بها هذه العيادة هي التطعيمات، يعني التطعيم ضد الجدري مثلا، هذا يطعمه يعني. وكان آنذاك يعني عندما انتشرت هذه الأمراض في العالم وهكذا، وكانت حملات تطعيمية، كانت أيضا العيادة تقوم بمثل هذا يعني تطعيم الطلبة. وأنا حتى بنفسي يعني طعمت وطالب من المدرسة، كانت عبارة عن دريل يعني دوارة هكذا، ويدخلوها أولا يغرزوها ثم يدوروها تدار حتى أنها تفتح كل الأجزاء التي لم يغرز فيها يعني تلك الأسنان، هذا بحيث أنها تكون قطع يعني حلقة هكذا، وبعد هذه الحلقة يوضع عليها الدواء هذا اللي هو شو اسمه الطعم، هذا يوضع على هذا وتسبب يعني يصير يعني تلتهب، وبعض الناس يعني يتأثر منها تأثر كبير، ولا زالت هذه أثارها في أيدينا إلى اليوم. الدكتور توماس طبيب أمريكي لا زال الكثيرون يتذكرونه.
في عام 69 صار عندنا ترايكوما كثير. بدأت هاي ترايكوما من فنجل اللي أنا أذكره ونزل وانتشر. ترى في أفلاج في مياه كثيرة وبعوض هذاك الفترة نزل. فأي سوى أخذ شنطته اختار منا أربعة أنفار قال خلينا نسير. هنسير دكتور؟ قال خلينا نسير سوق. ترى المستشفى كان قريب السوق في وسط مطرح، قريب زبادية، قريب لولوة، قريب منطقة منطقة تجارية. زين رحنا، قال في مقهى هناك هذول الجماعة كلهم يجوا يجلسوا هناك يشربوا شاي. فعلا كان يسموه مقهى حق ما اعرفه من ما ذكره، لكن كان يسموه حقي هذا الرجال. رحنا جلسنا احترموه قدروه يعرفوه، خذ طاولة وجلس قام نفحصهم هذول الجماعة. زين وهذا المقهى صغير كان منطقة اسمها خوربمبا سوق مطرح. زين ومقابل بحر، يعني شويه تمشي تشوف بحر قدامك. زين جلسنا فحصنا هذول الجماعه، اختار منهم اثنين انه يجوا المستشفى حتى نروح سوق القديم اللي يسمى سوق ظلام. زين سوق فراريخ اللي يبيعوا كان فراق وحلوى. فحصنا سيف هذا كان حلاو يبيع حلوى يسوي حلوى. زين فحصنا سيف زهران الله يرحمه كان يسوي حلوى نفس مجموعه. زين دخلنا، انا اذكر ان دخلنا في صيدليه الله يرحمه كان حاج سلطان اعتقد حاج سلطان كان جالس مع ابنه. عندما دخلنا هو اخذ بعض من الادويه، كان الصيدليه الوحيده في المطرح كان تابع لحاج سلطان اللي هم كانت مالتاول. هو اخذ مجموعه من الادويه حطهم في شنطته، وحتى ذاك الرجال ما سالوا عن الفلوس الحاج، خلاص روحنا. زين رحنا سوق، خلصنا من سوق ظلام رحنا في سوق فراريخ. شفنا هناك في دكان كان يبيع كاميرات، والدكان كان اسمه دكان مستر ويس اللي انا اذكره. زين اخذ كاميرا من هناك قام يصور عيونهم اشخاص، قال خلاص اللي يصوره يقول له تعال المستشفى. وجو المستشفى نفس اليوم نومهم عالجهم، هذا كان علاجه مجاني ما اخذ منه ولا بيسه يعني. فهي كانت مستشفى مال فلوس يعني، مستشفى تجاري ما اخذ منه. فهو كان يسوي حملات كذا، كان هو يعني مستشفى السعاده تقريبا انا ما متاكده والله، فوق انا اذكر فوق خمس غرف، منه هنتين ومنه ثلاث، وطبعا السطح خمس غرف فوق وتحت يمكن إذا أنا ما مسموه تقريبا فوق 18 غرفة تحت. أيوة كان نفس الشيء يعني، الناس يوم يجي عن نفس الشيء يطبخوا هناك يجلسوا هناك. كانت الحرمة لما تولد تجلس تقريبا 12 يوم، هذا بس ولادة طبيعية. وإذا أي شيء عملية ولا شيء كان يرسلوهم مستشفى طومس مطرح، ما يخلوا هناك على العمليات الا كان هم بغوا يرجعوا يعني ويشوفوهم زينين يرجعوهم، لان كان يعني ماشي اسعافات ماشي شيء، بس بيدي فوردات ادويه. كان يعني الحرمه اللي هي يعني والده طبيعي يعطوها فيتامين، حبتين من اليوم يعطوها حبتين، بكره يعطوها حبتين اذا هي بخير، الين 12 يوم تجلس. من 12 يوم بخير يرخصوها، من الداخلية يجيو، من باطنة يجيو، من الشرقية يجيو. هي كانت هذه مستشفى واحدة بس، في ناس يعني شفناهم، في ناس يعني يجيو واجد تعبانين حتى يشرفوا للموت، الحريم مساكين ما يواحيوا. أيوة يجيبوهم على التعبانين كم يوم في الشارع إلين يوصلوا السعادة، مسقط بالنفس. أيوة مختص للولادة ومختص عيادة، بعد عيادة خارجية بعد فيه. ايوه واحد يجي يعني حمى فيه، واحد يجي مثلا تعرف زكام كحه حمى هذا الاشياء، لكن مختصه هي اكثريه حل ولاده. ايوه لكن اي واحد يجي مريض يعالجوه يعطوه علاج. ولادي كان بفلوس لكن ايوه شيء رمزي يعني يتساهلوا لهم، ماشي بلاش اول. وفيات الاطفال كثيره حقيقه،
يعني هذا كانت من ظواهر يعني اللي هي فعلا ان فيها اولا انه اسلوب الغذاء. اولا الاطفال يشربون صح انهم يعني الامهات بترضع الاولاد، لكن الرضاعه لا تكفي بالنسبه للطفل، فهم يعطوهم حليب الابقار هذا، وحليب الابقار طبعا هذا غير معقم وحليب دسم كثير، وكثيرا ما يتاثر الاطفال من هذا الحليب هذا ومن هكذا، فيصير عندهم يعني مثلا اسهال، ويصير عندهم يعني شيء من ذلك. كذلك الحصبه، تاتيهم الحصبه هذه ايضا، وتكون ايضا من العوامل ايضا احيانا تكون تؤدي الى وفياتهم هذه الحصبه. وقله الرعايه الصحيه، لا يوجد رعايه صحيه يعني متقدمه كما هي موجوده، يعني هذا الرعايه الاسريه. اوقات بيصير نوع من المرض في الاطفال كان اسمه ديزنتاريا، زين، هذا يصير نوع من اسهال عند الاطفال، فما اسهال كان عادي، في نوع من الفيروس يسبب هذا الشيء. زين، كنا نروح بيت 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 بيت، هو معانا ومعانا هذا الله يرحمه قوليه، وفي واحدة حرمة ثانية هذا اللي معانا عند الحريم، هو ما يدخل، أول دخلوا حريم استأذنوا إذا عندهم أطفال مصابين بالمرض فهو يدخل يعالج وحن نطلع كذاك. دكتورة واحدة كانت هناك اللي هي يعني دكتورة إليس، بعدين عاد جابوا دكاترة هنديات، كانت الحرمة لما متعسرة بعزة الله الكريم تنقذها بعزة الله، نحن وحدنا شاهدين على هذا. أيوة، خاتون نعيمة كانت يعني هي نص طبيب، كانت نص طبيبة هي، لأن كل العمل اللي مال الأطباء هي تسويه. أيوة، كما يعني جراحات صغار، كما إبار، زين، هذا كله هي تسويه. شوف كيف كم واحد يجي يعني مثلا يعني متعسر هي تساعده بعزة الله، لكن إذا ما قدرت نادي الدكتورة. أي، ولا كله هي تسويه، هي تقوم بالواجب. كان عندنا قسم الإشعة في مستشفى طومس اللي هي مستشفى رحمة، كان عندنا قسم الإشعة، كان عندنا قسم مختبر، كان قسم واتر كليفنج اللي هي اسمها قسم التعقيم، انزين، صيدليه قسم الجراحه، وعندنا كان غرفه عمليات في ذاك الفتره هناك. بس هذه كانت اقسام، في عندنا قسم النساء وقسم الرجال، يعني ما تقول هذا مخصص لقسم الجراحه وهذا باطني وهذا كذا، لا، يعني هم كانوا مقصين اشره اسره للجناح الباطني، وبعد عشرة أسرة يبتدي قسم الجراحة، بعد عشرة أسرة بيكون تخصص آخر كذلك بهالطريقة. في عندنا قسم آخر كان مستقل لأمراض المعدية مثل السل، هذه كانت خارج المستشفى، قريب كان من بيت دكتور توماس خلفه، هذا كان في عشرة أسرة نفس الشيء، وفوق كان عندنا جناح تقريبا حوالي أربع غرف، هذا خصوصي خاصة، يعني في ذاك الفترة خاصة، غرف خاصة ليدفع فيدخل في ذاك الغرفة، هو كان كله بفلوس يعني ما في مجانا، لكن أشياء بسيطة يعني مثل ما تقول بالآلاف وكذا، لا، القدم الساعة يعني اللي يجي طومس كان ما يرده. الوسيلة المتوفرة للرحلة من مختلف مناطق عمان إلى مسقط كانت على ظهور الجمال قبل أن تصل بضع سيارات هي كل المتوفر في البلاد. أنا أذكر في سنة 1942 كل عمان بها 15 أو 16 سيارة، وكم من سيارة عند الجيش في بيت الفلج، يعني هذا كان الحياة، ونمشي مسافات طويلة بدون ملل أو كلل، نمشي مسافات طويلة لقضاء الحاجات بدون ما نشتكي ملل أو نتعب.
السيارة اشتريتها كانت مجوبة من البحرين، مجوبة عن طريق البحر في لنش، كانوا هذاك الزمان كانوا لنشات، لنشات كبار نقل بضائع، ما بضائع كذا. ففي هذه كانت جاية 53، كانت جاية عن طريق محمد جواد تاول، فاشتريتها من عنده هنا، واشتريتها من عنده والله بسعر 1300 روبية ذاك الزمان، وظلت عندي سيارة فترة كنت استعملها، أسير فيها دبي، أسير فيها سحار. وبعد فترة عندما صار الحراج مال بيت الفلج، خذيت لي بيكاب من غير ماكينة، بودي خالي يعني، وحولت سيارة صغيرة هذه إلى بيكاب، نزلت الأغراض الماكينة مع ماكينة كل شيء وركبتهم في البيكاب، وظلت البيكاب هذه فترة طويلة أنا استعملها كنت. ماشي سيارات بالمرة، السيارات من عام بعد السبعين يعني. إيه ما تقول دراجات نارية، مو تقول بعد هذا، إيه دراجات هوائية، تحدث أنه ماشي مطلق، أنك أنت تجي وتأخذ دراجة وتركبها. ولا أنا إذا كنت مصرح لي أنا الدراجة أنه يستطيع أنت أخي ولا مسؤول شخص آخر يجي يركب هذه الدراجة، ما يقدر. مثلا تستلم النزوة بعد صلاة الفجر، بركة الموز الظهر، تتغدى تصلي الظهر والعصر، وتمشي من بركة الموز إلى وادي بنير واحة، يلا يلا العصر. بين وادي بنير واحة وبين سمايل تبات هناك، ترقد تنام الصباح، تستلم من سمايل وتروح إلى حوالي بدبد، تتغدى تصلي ترتاح شوية على مشارف مطرح، مثلا بنقولنا الآن يعني مثلا برق الصحوة الآن، هناك تبات يوم الثاني يعني، يوم الثالثة توصل مطرح، اليوم الثالثة تأخذ بضايع تقضيها يمكن في يوم أو في يومين، إذا كان بضايع بسرعة يوم، ما بسرعة يومين، ترجع مرة ثانية ثلاثة أيام، يعني كله أسبوع بالحمير أو البوش. من مسقط إلى سحار كنا نطلع ظهر، ظهر كنا نطلع، فنبات مصنع أو الأسبيق كده، والضحى نهار ثاني نحن نوصل سحار. أما دبي نأخذ يومين، نأخذ يومين دبي، إذا نطلع صبح بنمشي بنبات سحار، من سحار بنطلع صباح بنقيل في حويلات، بنتغدى وبنرتاح على سلوم، يعني عندما تبرد الشمس شوية فنتحرك، ومن حويلات نطلع جينا منك وادي الغور وسيح الغريف وادي الغور، وبعدين ندخل في الرمول، فنمشي في الرمول لحد الليل، يا يعني إما أنه وصلنا دبي في الليل مال الساعة 8-9، أو أنه بتنا في الرمول ودخلنا دبي الصباح. الاندرور الصغير هذا كان مسموح له 6 نفر، 6 نفر كنا، والبيك اب كان 10 نفر، لكن عندما نسير برا سيب مزيب يعني فوق ال 15 14 نفر نحط فيه. والله كانت التكاسي موجوده، ايه بس طبعا بقله، وكانوا مخفضين بالنسبه لنا اجره التاكسي إلى النصف، ولذلك سواق التكاسي كانوا يتثاقلون يأخذونه، إيه ولكن مفروض عليهم. في المدرسة في السعيدية اللي سكان مطرح، فالتذكرة 15 بيسة يعني نص تذكرة، وباقي الناس العاديين 30 بيسة تذكرة. سحار دبي سحار ما أذكر بالضبط، لكن سيب نفر ريال كان، سيب بركة ريال ونص كان، من سيب إلى مسقط ومن مسقط إلى سيب النفر ريال قرش واحد يعني،
ولا بركة ريال ونص، ولا سحار ما أذكر 3 ريالات هكذا تقريبا. دبي أيام دبي عاد ربابي كانوا يستعملوا، كانوا يستعملوا ربابي. النول كان 25 روبية تقريبا نفر، 25 روبية. يحمل بعضهم ذاكرة تعود به إلى حوالي 70 سنة مضت. التحق بالمدرسة السعيدية عند أول افتتاحها في سنة 1940، وكنا طبعا ماخذين قسط من التعليم من المدارس الخاصة في مسقط، فلذلك حطونا رأسا في الصف الرابع. تخرجنا في الصف السادس 1943. اللي تخرج معي كان المرحوم سمو السيد فيصل رحمه الله، وأيضا كلهم صاروا مرحومين، والمرحوم علي داود الرئيسي، والمرحوم شهاب أحمد صالح من حارة نازي حارة الشمال في مطرح، والمرحوم الشاعر أيضا محمود الخصيبي، والمرحوم موسى خميس اللواتي. هؤلاء تخرجوا معي في سنة 43. نحن صغار ما عرف كم عمري، يمكن 7 سنوات، يمكن أكثر عن 7 سنوات، بس نحن كنا صغار. درسنا وخلاف، درستنا في المدرسة، وبعدين رسلوني في البحرين معي معلمة اسمها مريم أم أحمد، كانت نبهية مدرسة معنا، معلمة زون، معلمة موزة، معلمة مريم، عن 3 كنا، بس كانوا أمريكيين يعني هم مدرسين. بعدين درسنا نحن، ودوني صف السابع هناك في البحرين، درسنا في البحرين، جينا من البحرين أنا وياها ومعلمة زون الله يرحمها، معلمة من اسمها موزة. بعدين معلمة موزة طلعت من المستشفى، من دراسة، من مدرسة، صارت في المستشفى، بقينا نحن على طول ندرس. وجايين بعد خلاف غيرهم معلمة واحدة لبنانية هي زوج توفيق، يمكن توفيق تعرفوه، كانت زوجته درست معنا وبنتها كانت في المدرسة، ونحن واصلنا. وعرفت ذاك الوقت ما في مدرسة غير هي هذه واحدة، وكانت يعني مختلطة بنين وبنات فيها، الطالبات شيء منهم أذكرهم، تبغى تعرف اسمهم، كان من أسرة المالكة، في حد منهم من أسرة المالكة، كانوا من بيت موسى عبد الرحمن، أولاد حيدر درويش، بنات حيدر درويش، بنات حسن يوسف، كلهم كانوا الجمالي، بنات الجمالي، وكانت مدرسة معنا الجمالي اللي في المدرسة بيانا، وبالكندي خلاف عاد بنات الكندي كانت الآن بعدين طلعت من عندنا، صارت مدرسة من حكومة، وصارت هي مدرسة، وبعدين صارت مديرة، عايشة بعد الكندي كانت، منى محفوظ كانت، منى محفوظ كانت مدرسة، وبعدين صارت في المستشفى، بعد المستشفى وكانت حنان بنت أحمد، حنان أحمد، بس ما أعرف من قبيلتهم الآن، بدرية وآمنة، بدرية أو بنات حليمة، بنات بنت عبد الرحمن، بنات أختها كانت زمزم. أبدي ملاحظة الحقيقة اللي هي يعني واجب علي، أنه مدير المدرسة أنا ذاك كان الأستاذ أنور الخطيب، فلسطيني، هو اللي بث روح العلم والروح الثقافة والروح التعلم في الشباب، وكان يبذل جهود كبيرة بالرغم من العراقيل ومن الصعوبات كما تعلمون في ذيك الأيام. إيه؟ درسنا أول ما في اجتماعيات، ما في في علوم، في والمنهج كان منهج مال جغرافيا،
كان من لبنان، كتب من لبنان، والإنجليزي كان من مدراس وعلوم، ونحن لازم نرسم الخريطة مال عن عمان، نرسم الخريطة، ما كنت كل شيء موجود حاضر، نرسم خريطة عن عمان، هنا مسقط وهنا هنا وهنا كذا نرسمها، مستأنسين نفرح أول زماننا هكذا كان. الذهاب والإياب يوميا من وإلى المدرسة رحلة شاقة، ولكنها تهون في سبيل تحصيل العلم. أوائل الأيام عندما التحقنا بالمدرسة السعيدية عند افتتاحها كنا نروح بالهوري، ايه ناخذ ساعة تقريبا من مطرح إلى مسقط، وكثير من الأوقات نمشي، كثير من الأوقات نروح ونجي مشي بالهوري، كنا نروح حوالي 6 من، لأنه بقية يروحوا مشي، بقية مثلا يروحوا بالهذا بالتاكسي، بس نحن 6 كنا نروح بالهوري ونرجع كذلك بالهوري. أساميهم كان المرحوم عبد الله بن علي اللي كان في صف شوية أقل من صفنا، وموسى خميس، تارة يجي معنا شهاب أحمد أيضا مرحوم صار، وأحمد سلطان، أحمد سلطان محمد فاضل، وأنا. نحن نركب من الفرضة مع المطرح فترة وننزل على الرصيف اللي أمام قلعة الميراني ونتمشى إلى المدرسة. أما من جهة الجنوب من عمان فالمسافة طويلة جدا، ولكن البحر شاسع رحب يستوعب المسافرين وسفنهم الخشبية الشراعية، مثل ما يستوعب أحلامهم وتطلعاتهم لحياة أفضل. تعرف أنا بعد ما أنهيت الابتدائية وكانت هي آخر يعني محطة دراسية في صلالة، كان لابد للإنسان أنه يعني وبالأخص الأهالي الذين يريدون لأبنائهم أن يتعلموا، وثانيا أيضا عما إذا كان هناك من إمكانية الإنسان للعمل، وأنه تعرف يعني أيضا ناس في حاجة يعني، والخليج بدأ يعني حياته كما نقول نهضته في ذلك الوقت بحلول النفط عندهم وقيام شركات وأعمال وما إلى ذلك، كان الناس يتوجهون يعني إلى الخليج للعمل. خلصت من مدرسة الغزالي وسافرت خشبتنا فتح المعين إلى قبولها المحروجة، سافرنا للبصر محمدين حطب قندلة جابينها من أفريقيا، وصلنا الكويت وبعناها، بعنا الحطب في الكويت، ومن بعد سافرنا إلى العراق العشار، وحملنا تمر زاهدي من النجف، منهم العشار يبوا من النجف، وصلنا بمنبي، من منبي رحنا كاليكوت، ولما وصلنا كاليكوت حملنا كبريل اللي دمو بخشب بيوت كبريل، يقول خوف خوف سمو كبريل، وصلنا به إلى منبازة، خذنا 22 يوم من عبرنا من بر الهند إلى وصلنا منبازة، ونزلنا في منبازة وروحنا لسيمبورانجا، ومن زنجبار روحنا لسيمبورانجا. سيمبورانجا فيها خيران عديدة، خور بنيان ومصلى وشمبوني وقاسي وديمة، يحملنا الخشب منه هنا لين من زنجبار، خشب صور وخشب عديدة كويتية وحد كنوك وحد شيء. أتذكر حركة القاطنين على جانبي السور، حيث يذهب البحارة من خارج السور من خلال البوابات صباحا متجهين إلى الميناء، حيث يبحرون بقواربهم إلى البواخر،
ويقومون بإنزال البضائع الواردة لمسقط. وبين جنبات أسواقها ومرافئها ذاكرة تفاعلت مع الحضارات الأخرى التي لن تنساها. امتلأت المحلات رغم بساطتها ببضائع الشرق والغرب، وشكلت موانئها مراكز لإعادة التصدير براً إلى مختلف المناطق والولايات. لكنها مطرح في نفس الوقت هي بموقعها التجاري، هي في نفس الوقت إنها ميناء. في هذا الوقت لو نظرت إلى الميناء عند الآن ميناء قابوس، فهم معي؟ ما كان هناك ميناء قابوس، كانت طبعاً بحر، وكانت هناك شطيفي، فهم معي؟ تقريباً تقدر تعد ما لا يقل عن حوالي فوق 100 سفينة شراعية وبخارية من هذا اللنجات. يعني الميناء ما يعدم من 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 عدد من عشرات السفن، من عشرات اللنجات باستمرار، منها ما تأتي من الجنوب، ومنها ما تأتي من الشمال، ومنها ما تأتي من الشرق، من مكران أيضا تأتي سفن محملة بأبقار وبأغنام وما شابه ذلك، بسميم وبغضف وما شابه ذلك، وغطاية وأحذية، مصنوعات يدوية، فهم؟ وأيضا التمور تأتي أيضا من هناك. فميناء تيار يعني هام جدا يعني، ويحوي على مجموعات كبيرة جدا، فهم معي؟ بخلاف عن لا تقل المراكب اللي يقوها، المراكب اللي تأتي من الهند وباكستان، فهم؟ وبعدين الباب مفتوح، ما يحتاج لها لا إباحة ولا إقامة، فهم معي؟ ولا كفالة. أنت داخل جاي من باكستان ولا جاي من جواذر، فتحت لك تيارة مارس. جاي من حضرموت ولا من سقطرة، يجيبوا ورس، فهم معي؟ وعطورات يبرزوا هناك في الدروازة، يبيعوها بالكياس 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 بالكياس، يظلوا مقيمين تقريبا حوالي شهرين وثلاثة، ومنهم ما تبتع بضاعتهم في هذا الوقت، يسيروها وين؟ إلى الداخلية وإلى الباطنة، فيظلوا باعة متجولين إلى مدة تقريبا ما يقل عن لا 6 أشهر، يرجعوا على إيش؟ مع رجوع الموسم، لأن السفن اللي تأتيبهم هناك تتجه وين؟ تروح؟ تروح البصرة. وبعد عودتها ليش تقريبا حوالي ما يقل عن تقريبا 2 شهر، فبعد ما عودتها من البصرة هم يكونوا متجمعين وين مرة ثانية في مطرح، ويرجعوا مرة ثانية في السفن اللي جيوا فيها، فيتبضعوا على طبعا حال ليش؟ حال أهاليهم، يأخذونهم بسر، وحال يأخذونهم إيش؟ يوم يسيروا من هنا إلى البصرة يشتروا قاشع، هذا القاشع، ولما يرجعوا من البصرة هذي اللي مقيمين هنا باعين عن عطوراتهم يشتريهم بسل. كان الاعتماد الأساسي على الخبز، والخبز الذي يخبز من الناتج المحلي في أغلبه، ولم يكن هناك أي اعتماد على الأرز. الأرز كان يعني استيراده في فترات قريبة، وليس كان من السابق الاعتماد عليه ولا استيراده، حتى أنه يعني يعتبر مادة كدخيلة. حتى أنها لعبة الهوكي كانت أولى اللعبات الحديثة التي مارسها عدد من الرياضيين في المجتمع، تلتها كرة القدم. أول بدوة كنا نلعب في نادي مقبول، أنا والمرحوم سيد طارق، سيد كامل، وعباس بن فيصل، فيصل بن علي، رقيب مبروك، وهذا يوسف بلال، كنا هذا وكمزوز ما كمزوز كنا نلعب في نادي مقبول. فانفصلنا عن النادي وأسسنا وحدنا نادي، وبقينا مستمرين فرقة واحدة، مستمرين وخلافة، خضينا جماعة، حد من التكية، وحد من دبغة، وحد من ريام، وأسسنا فريقين جملتهم واحد أنا، سبيل شنبي، موسى عبد الله، خميس جديوي، قال له واحد من دبغة، إبراهيم علي،
اللعبة الوحيدة المحبوبة كانت المشهورة هي الهوكي. فهم معي؟ اللعبة الوحيدة المشهورة هي الهوكي. ففي فرق، فريق مثلا التكية، فريق مدبغة عندكم، فريق نادي مقبول واحد، فريق سبورت في مطرح، فريق الطويان في مطرح أيضا، فريق المدرستين السعيدية في سنة 68 كوننا فريق. تفهم معي؟ تقريبا حوالي 6-7-8 فرق، وفريق الجيش أيضا، وفريق كيفن ويلز يقولوا عنه. تفهم معي؟ تقريبا حوالي 18 فرق ما عندهم من رياضة إلا بس كرة الهوكي، الهوكي فقط. وسافرت مع أبي في وعمري في حدود 14 عام سنة 1960 في إبريل 1960. كان السفر متعب يعني، بحر في اللنشات هذه اللنشات، وكانت يعني تعرضنا فيها لعواصف وأمواج، وكنا يعني خلاص ننتهي يعني، ما كان هناك أمل في الحياة يعني حقيقة يعني. من ذلك هذا كانت وجهتنا الكويت، وما بين الكويت وما بين قطر يعني، هناك حدثت لنا عاصفة شديدة وكدنا نغرق يعني، وربنا سبحانه وتعالى يعني نجانا من الغرق حتى وصلنا يعني إلى الكويت. من صلالة إلى مسقط، من مسقط إلى دبي، ومن دبي إلى قطر، ثم من قطر إلى الكويت. هكذا كانت مشاوير الرحلات يعني، محطات الانتقال كانت هكذا، لأنه بالضرورة أن تمر مسقط أولا، الجوازات هناك في مسقط تأخذ الجواز، ثم من مسقط يعني إلى دبي، لأن المحطة الأخرى اللي هي محطة السفن دبي، ومن دبي إلى هناك عين أي وجهتك، كانت البحرين أو كانت السعودية أو كانت إلى الكويت. وكان أنا إلى أولاد عم في الكويت هناك، وكانت وجهتنا إلى الكويت. بعض الصور لا زالت تحمل شحنات من التذكر والحنين مهما كانت صعوبات وتحديات الزمان والمكان. يعني أنا حسبت ال رايح وجاي من مسقط وإلى مسقط، سواء في المدرسة السعيدية أو عندما التحقت بالوظيفة، 2000 وكسور مرة أنا رايح وجاي مسقط مشي. وكنا نركب عقبة الخيل اللي يسموه عقبة ريام، إيه، فكان صعب. كان عندنا صلابة وعندنا يعني عزيمة وقوة نواجه الحياة بكل قوة يعني، بكل طاقة.